اعرف منه اكتر، وهو معانا دلوقتي على التليفون. ازيك يا محمد؟ اهلا وسهلا صديقي، ازي صحتك؟ كله تمام الحمد لله. منورنا منورنا والله. عايز احييك جدا، لان انا كمان النهارده الصبح اتفرجت لك على برضو حاجه انت لسه منزلها، اللي هي صور البنات الموجوده زي في خان الخليلي او حاجه كده، لسه منزلها انت من يومين او حاجه كده، صح؟ مظبوط مظبوط. طيب في البدايه كلمنا عن نفسك، يعني بدات الموضوع ازاي والموضوع جه معاك ازاي؟ اولا انا متشكر جدا على الاستضافه ديت. احنا مش يعني في الحقيقه الواحد بيتمنى يكون في بلاتفورم ان الواحد ممكن يقول فيه ممكن التكنولوجي او العالم ممكن يكون بيشتغل ازاي، او النهارده الدنيا شغاله ازاي فيه بالطريقه. انا مهندس معماري في الاساس واستشاري، يمكن اي هاف حوالي 18 سنه من الخبره. معظم شغلنا في الخارج او في الداخل. الذكاء الاصطناعي مش موضوع جديد، الذكاء الاصطناعي هو حاجه موجوده في العالم داتا من نص 2017 لغايه اخر 2018، مع اول اوراق بحثيه ابتدت تتعمل في امريكا وفي ماليزيا وفي اليابان. اوكي، الموضوع مش مقتصر فقط على الصور، الناس ابتدت تحس بيه عشان بيلمس حاجه تخصنا قوي. احنا طبيعتنا شعبي يحب جدا الساركاستيك نيتيشن او المحاكاه اللي فيها نوع من الاسقاط على حاجات حقيقيه او الكلام ده. فهو الموضوع شامل طب الاسنان، شامل هندسه الالكترونيات، الصور، المجسمات. طيب انا بشكل شخصي يعتبر من بدايات الناس اللي ابتدت تشتغل في مصر او عامه في الميدل ايست على الموضوع من حوالي 11 شهر لما ابتدينا نتعرف عليه. اوكي، الذكاء الاصطناعي هو عباره عن برمجه بتحصل، اكننا بنتعامل مع مخ بشري، ولكن بدل ما هو مخ بشري في ناس شاطره جدا باحثين ابتدوا يطوروا حاجه اسمها ماشين ليرنينج، او ان هم يبتدوا يدخلوا يعلموا الكمبيوتر ازاي يستنتج من مليارات الصور المتاحة على السيرفر، يبتدي يستنتج ويعمل رابط ما بينهم عشان في النهاية يدخل له توصيف وطريقة كتابة معينة يطلع لك منتج زي اللي احنا شايفينه ده. يعني انا عايز بس اسألك على حاجة، هل مثلا مفيش اي حاجة حقيقية في الصورة، ولا مثلا ممكن يكون الباك جراوند الحقيقي والشخص اللي انت حاطه في الصورة اللي هو السبجكت بتاعك او البنت اللي انت حاططها او الراجل هو ده اللي انت بتعمله في الذكاء الاصطناعي، ولا الصورة من الاول للاخر معمولة بالذكاء الاصطناعي؟ حرفيا مفيش اي عنصر من العناصر دي، يعني لا شارع الحقيقة، لا شارع ولا لي ريفرنس او مرجع، ما عدا طريقة الكتابة والتوصيف اللي بندخلها لأحد المودلز الخاصة بالذكاء الاصطناعي. أوكي. إن إحنا بندخل له كلام يمكن بطريقة معينة أو بسيناريو معين، إن هو نتيجة يبتدي يربط ما بين الأنماط اللي أنا اخترتها في طريقة الكتابة عشان يطلع بالمنتج ده في الآخر. فالمبهر في الموضوع إن ده كله محاكاة لشيء غير موجود، فقط أنا دخلت مفردات. يعني لو همسك صورة على سبيل المثال لأحد البورتريهات لبنت واقفة وراها خلفية زي خان الخليلي، وطبيعة لبسها وملامحها مصرية، وقفتها وابتسامتها بتدي انطباع معين، كل ده عبارة عن ايه؟